السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير شكرا. من أنت؟ أنا اللغة العربية. لماذا حزينة؟ دعوني أبكي دعوني أبكي. لماذا لا لغة القرآن؟ لأن أبناء العرب أصحاب اللسان الفصيح قد أهملوني وأضاعوني وبدأوا يحرفونني، وكم أخشى عليهم من يأتيهم وينسونني. كيف أنت العزيزة وأنت لسانك الذي ينطق به؟ نعم، أنا اللسان المحرف الذي تنطق فيه حروفي، ولكنها ليست كلماتي. كيف؟ سأوضح لكم، عندما تسيرون في الشارع ستجدون حروفي ولكنها ليست كلماتي. أنا اللغة العربية، ولكن لغات دخيلة دخلت علي ليست مني وليست لي. وليس هذا فقط، نجد كثيرا من أولياء الأمور يحرصون ويفضلون أن يتميز أولادهم باللغة الإنجليزية ولا يهتمون باللغة العربية. وليس هذا فقط، فأنتم يا أعزائي لا تراعون التحدث باللغة العربية الصحيحة، تستخدمون ألفاظ أخرى. عندما تخطئون تقولون سوري، وعندما تقابلون صديقاتكم تقولون هاي، بدلا من تحية الإسلام. كنتم أمة واحدة وأصبحتم أمم متعددة، وذلك بسبب اللهجة. أنتم الذين قلينوا على لغة الأم، أين أنا بين هؤلاء؟ وبعد ذلك تقولون لي ما تبكين؟ نعتذر منك يا لغة القرآن، سنحافظ عليك ونعلم الآخرين لغتنا العربية، ولا نحتاج إلى غير إبداع. نقول لك نحبك يا لغة القرآن يا بحر نغمة.